السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير يا رب ان شاء الله. انتم كتفرجوا في هذا الفيديو اليوم، صراحه خديت واحد اللعيبه من امازون، ومنين بغيت نحلها لان شفت عليها يعني ريفيوز بزاف مزيانين، وجربتها وعجبتني بزاف، فقلت خنتقاسمها معاكم اليوم. خليكم حتى لاخر الفيديو. دونك كيف ما كتشوفوا هو هذا، ها انتم راجاني البارح، حتى كنت غنحلو قلت لا بلاتي نتقاسموا مع البنات ياخذوا فكره، ولا بغاوهم ياخذوا البنات حتى هما اللي كيعانيوا من نفس المشكل اللي عندي. عرفتي شحال من حاجه خديتها جربتها ديال الظهر ما صدقاتليش، لانني عندي مشكله ديال الظهر، وشفت بزاف ديال الريفيوز عليه بزاف زوينين، وكنت مشيت لواحد البلاصه خاصه ديال يعني متخصصه، واحد السيده متخصصه بزاف اوكرانيه متخصصه في المساج الطبي، ومشيت عندها على قبل عندي المشكل ديال الظهر، ودارت لي المساج واستعملته ليا وانا ناخده. صراحه وعر روعه، كيصلح الناس اللي عندهم الم الظهر، اللي عندهم الم الرجلين، الناس اللي كيديروا الرياضه بزاف وكي من الم ديال لي موسكل. زوين بزاف وفيه ريوصه بزاف. خليني نفتحو معاكم ونشوف. ما عنديش مقص، ما فياش ما ينوض يجيب مقص، خدمات المعكازيه هادي. شوفوا باش كنحب. هما كاينين بزاف، راه كاينين غاليين بزاف. انا كنت غير واحد الماركه لقيتها في امازون عليها ريفيوز مزيانين وما غاليش. انا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. بنات بزاف كيسولوني فينا هو الرابط، فينا هو الرابط. انا كنخليه في صندوق الوصف. الناس اللي كيشوفوا اليوتيوب راه تكونوا فاهمين شنو هو صندوق الوصف، وحاولوا تعلموا. تحت الفيديو كتكون واحد السهم على اليمين ديال الفيديو، كيكون واحد السهم بحال هكايا، كتوركوا عليه كيهبطوا لكم كاع المعلومات اللي كنهضر عليها في الفيديو. كنخليه لكم صندوق الوصف. انا نخلي لكم الرابط ديال هذا ديال امازون. فيه 9 ديال الريوصة. غنحلو، ما بغيتش نقطع باش الا ما عجبتنيش هاد لامار كنرجعها. يلا غادي نقطعها واقيلا. انا نحلو ونرجع معاكم. انا هاد الماركه هادي بالضبط لقيت عليها بزاف ديال الريفيوز زوينين، فقلت نجربها. بعدا زوينه فيها، هادي زوين فيها. بعدا الشنطه ديالها غزاله قاصحه، بغيتو تسافروا ديو معاكم، كتصلحوا لي زاتليت بزاف، الناس الرياضيين بزاف يكون عندهم مشكل العضلات، الم العضلات. بسم الله نبداو في الاول. الاول انا كنقول هذا الا سافرتو بيه في الطياره يبقى يجبد المشاكل، واقيلا يبقى يصوني عندهم كيبان بحال شي بيستولي. بصح فيه هنايا البوطونه ديال، شفتو هنا ملي كيطفاو يشعلوا، هنا فيه الراس يو اس بي، هنا فين كتديروا دوك الريوصه ديالو. نشوف شحال الفولتاج فيه، واش يخدم برا ولا لا، برا المغرب. اوكي واش كيخدم بالحجر ولا غير بريز؟ دونك غير 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 بالشارجور راس يو اس بي. هادو انواع ديال الريوصه كنظن. يس شوفوا ها الراس الاول، كل راس عنده واحد المكان معين في الجسم، بحال هذا كنظن في اللور، في الرقبه، في العنق، الرقبه اللور، في العنق ديال لنا اللور، حيت جات بحال كنظن اولا الفخذ. المهم انا غنشوف الكتاب ونقول لكم. الصراحه غزال بزاف. الحاجه اللي تشريوها ما تندموش عليها هما هاد الاشياء هاد. ها انتما الراس
فيه الراس بحال ديال الايفون، ماشي الايفون، يا الايفون بحال ديال الايفون تقريبا، شفتوه؟ ها هو راس واحد اخر. زوين هذا، شوفوا هذا، واقيلا باش لما بغى الا كان شي راس صغير يتخشى كنظن. يا وهذا الكتيب ديالو غيكونوا كاتبين كل ما نطاقه معينه في الجسم اشنو راس كيصلح فيها. هنا كتير هنا ما فيش، ما رسميش الريوسه كلها بلاصه، ولكن كنظن المهم انا غنشوف الا كتبتو غير السميه في اليوتيوب وقيلا راه يطلع لكم. المهم انا نشوف هنايا شنو كاين، وفي العاده خاصهم يقولوا لك كل راس كل منطقه في الجسم شنو تستعملوا ليها، وشحال ديال شحال ديال القوه كتستعملوا، حيت كاين اللي فيه حتى 10. هذا عاوتاني حتى هو راس مدور ديال بحال فرشي، دونك ها راس هذا زوين. هذا هو اللي دارت لي هذا الراس، وهذا الراس هذا الظهر ديالي وفي العنق. المهم كل راس خاص بمنطقه معينه. هذا حتى هو كيدار الرقبه والكتاف من اللور بحال هكا، كيتضرب بحال شي واحد كيدلك بصبعو هكا، زوين. المهم ها هو الراس الاول، الراس الثاني، الراس الثالث، أربعة، خمسة، هذا ستة. شفتو فيه هاد الريوصة هادو، هانتوما راه خارجين. أنا نحاول نخدمو ليكم، قلنا ستة، هادا سبعة، هادا تا هو زوين، شفتو فيه زوين هادا حتى هويا، كنظن هادا الرجلين ولا الفخذين. ولكن في العاده خاصهم يديروا يعطيو معلومات اكثر الصراحه. انا دابا اكثر يا دابا ولا كل شيء في اليوتيوب موجود. هذا الراس الثامن، وهذا التاسع. هذا الصراحه بحالو بحال هذا، ولكن ما عرفتش المهم انا غنحاول دابا نشوف، خصو يتشارج شويه. ها هو راس اخر، ها هو راس اخر. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في 10 ديال الريوس كما شفت هذا. انا هنايا دايرين وي 10 كما حسبت هذا، دونك هما هي 9 وهذا 10. نشوف هنا واش دايرين، دونك ها هما في 5 ديال السرعات من 1 حتى 5، كيخدم كيبقى مشارجي ساعتين، تقدروا تخدموا به ساعتين كيتشارجا وما كتحتاجوش البريز. ما اللي كاتبين هنايا، اوكي هذا قال لك اللي عندهم تشنج في العضلات، هذا الراس هذا اللي هو هذا،
وهذا اللي عنده تشنج في العضلات. نخدمه بواحد بواحد. هذا الرويس هذا اللي منطقه معينه اللي عندكم فيها، بحال دابا عندكم الرقبه الفوق في عنقكم، هذا يصلح لي يعني منطقه معينه محدده. هذا ديال المساج، المساج غولاكسون. هذا ديال الرقبه ديال العنق، هذا زوين، شفتو زوين. هذا بحال دابا هذه الرقبه، هادو هما لي ديسك ديال العنق، هادو كديروا بحال هكا من الجناب ديالو. هذا زوين، نشوفوا الكمالات. ما دايرينش كمالات، غريبه غريبه. المهم ما عطيتكم هنايا غير عطينا غير اربعه كيفاش نستعملوهم. وكنظن مع الاستعمال اليومي غادي تكتشفوا، كل مع التجربه غادي تعرفوا كل واحد ولا ايش كيصلح. ومع اليوتيوب دابا راه كل شيء فيه، مع اليوتيوب كل شيء فيه. ولكن انا غنخلي لهم تعليق باش، لان نورمالمون خاصهم يديروا هذا الشيء بالتفصيل، التفصيل في الكتاب. ما ديريش تصاور، ما ديريش داك الشيء بالتفصيل، مي غادي نخلي لهم تعليق ونقول لهم بالتفصيل المهمين يديروا. انا غنحاول نشارجي شويه ونعاد نرجع معاكم. اوكي انا شارجيته شويه وغادي نجربو. ها هو شعل، في خمسه ديال السرعات هانتوما شفتو، هادي اقل سرعه. كتبقاو ديروا هكايا، نتو ديروا لظهركم. هذه السرعه الثانيه، السرعه الثالثه، الرابعه، وهذه الخامسه. كنا غادي نطفي نبدلو الراس عاوتاني. صراحه زوين، بغيت نجرب. واو هذا راه فيه غير خمسه ديال الساعات، راه كاين اللي فيه 10، كاين اللي فيه 10. نشوفوا هذا، شفتوا هذا مثلا، ها عندكم شي مثلا شي عضله في الظهر بغيتو غير بلاصه واحده تركزوا عليها. يتساوى خمسه ديال السرعات. الصراحه تنتفي الصراحه مزيان، هذا يصلح كيف ما قلت لزاتليت واللي كيديروا الرياضه بزاف واللي عندهم الام الظهر. انا هذا وقلع ياخذوا لي ولدي، ولدي كيعجبو الرياضه كيبقاو يضروا لي المسك ديالو، باين غيهرف ليا عليه بصحته. المهم هذا كان فيديونا اليوم، بغيت نتقاسم معكم هذا الشيء. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. والصراحه احسن حاجه، والله احسن حاجه درتها. بقى كل مره كنمشي نبقى ندير مساج الفقره ديال عنقي وظهري. اللهم نشري بحال الشكل ديال الفيديو اللي درت لكم ديال المايكرو نيدلين، باش خديت دكتور بان خديته في الدار، كنصاوبو في الدار. يعني واحد يبقى يشري هادشي ويديرو في الدار احسن ليه. هادو راه كيديرو، كتمشيو للمراكز غاليه الكبيره كيديرو هادشي، راه كيديرو لكم غير هاد البيستولي بزباله فلوس. دونك الاحسن واحد يديرو في الدار. غادي نجمع هادشي ديالي وصافي. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نفعكم شويه ولو غير قليل، وتكونوا خديتوا فكره مزيانه عليه. وخليتكم على خير، وخليتكم في راحه الله. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.